كهرباء، ضمان اجتماعي، انتخابات، أمن، تعليم، طبابة وغيرها، هي مطالب يسعى الشعب اللبناني إلى تحقيقها منذ عقود في دولة العجز. هي مطالب تقوم الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات بختمها على ورقة الألف ليرة من أجل رفع صوت المطالبة بهذه الحقوق المهدورة ضمن حملة من مال الناس التي أطلقتها قبل أسابيع. ما في ضمان هالبلد، يعني والدي كسر وركه امبارح، حط 6000 دولار بس بروتيز من عدا المستشفى، يعني بنطلع بال 20000 دولار. وين الدولة؟ رجال عمره 97 سنة مش مأمنته. ما عندنا كهرباء ولا مي، عم يجيب الستنات. شو بدي له يعني؟ شو وتهدف الجمعية من خلال هذه الحملة إلى رفع حالة الضغط على الطبقة السياسية وتصوير حجم التململ الحاصل من أداء هذه الطبقة السلبي في مختلف الملفات. الحملة مستمرة والتختيم مستمر، وفي حال تعذر تختيم العملة طلبت الجمعية من المواطنين كتابة المطلب الذي يريدونه بخط اليد على ورقة الألف ليرة لتذكير الجميع بأن كل هذا التقصير من مال الناس.